نبدا يعني. مرات يدخل، مرات يدخل دي روتيشن برضه هيعمل ايه صح؟ بيعمل ايه؟ هي دي اللي هتفسر لنا القصة دي، هيالي. انا مش عارفه صراحه هل في الرايت بيحصل ايه في دي، انا ما اقدرش اقول فيه. انا عارفه ان هو اللي في مين لي، انما الرايت انا مش عارفه. دكتور محمد اللي جاوب. بيبقى الجنبين، بيبقى يعني الفوكس اللي بتطلع بتطلع كهرباء للجنبين يعني، الاثنين بيحصل فيهم، بس البريدسبوزنج ايهما اللي بيحصل دايركشن فيه يعني. ايه ايه اللي بيميز الليفت عن الرايت؟ لا هي الليفت عشان هو اول حاجه البريشر طبعا اعلى في الليفت سايد اكتر من الرايت سايد، فده مور يعني يعني لا، هو بيبقى المكان اكتر. الاكبر اشهر مكان ليها هو فعلا عند البلمونري فين، عند عشان كده الضمان انت لما بتعالجي الدي اف بتعالجي تعملي تي على المنطقه بتاع اللي حوالين البلمونري فين، في مكان تاني يكون كبارت من الاس في تي مثلا، انما الاي اف نفسه موجود حوالين البلمونري فين. ودخلت البلمونري فين دي داخله فين؟ داخله فين في الليفت اتريوم، انت واخد بالك؟ بالضبط؟ داخله في الليفت اتريوم، الاربعه بلمونري فين داخلين فين؟ داخلين في الليفت اتريوم، فده المكان الاشهر يعني، ده المكان طيب الاشهر، انت واخد بالك؟ ولكن الاي بي اس ستادي هي اللي هتعرفنا المكان، ولكن ده المكان اللي هو بتاع 80 ل 90% يعني، ايوه، انت بس واخد ده لا بالك؟ يمنع ان هو بس كبلمونري في معايا معلش، ان الفوكس تكون في الرايت اتريوم. الفوكس صارت تكون في اي مكان، هو دلوقتي بارت من الاس في تي سوبرا فنتريكولار تريكارديا، يعني المكان موجود في كل الاماكن، اي مكان فوق الفنتريك يعني، فوق ايوه الاتريا بالظبط، وده كلها اي يفسر مكان، الامور. هما بس اتنين احنا تانيين بنتكلم على الاشهر. يعني. احنا دكتور بنتكلم محمد على الاشهر ببساطة بس بالنسبه للميكانيزم بتاعها. ال AF ده بتحصل في الرايت اتريوم، مفيش مشكلة يعني. بس فيري رير يعني، فيري رير. تمام. وهيبقى سببه الداخل من الكيميكال ميديتور والحاجات التانية اقل من الاسترتش، على عكس الليفت اتريوم الدايلاتيشن يعني، عشان دكتور الفايبر حضرتك برضه بتطلع لما الاول بتقوم مع البرتنشن البريشر هيعلى جدا في الرايت اتريوم برضه. هو ده اللي انا قاعد اتكلم فيه من الصبح، اقول لكم انه البلمونري هايبرتنشن هياثر على الرايت فينتريكل، يزيد البريشر، هيزيد البريشر في الرايت اتريوم، وهايبرتروفي في الاخر هيدايليت. انا شفتها في اللي هو بتاع الان سي بي اي ده، قايل انه كرونيك رايت اتريال بريشر اوفرلود اند ستريتشنج along with chronic hypoxia may alter the atrial substrate by promoting fibrosis and local tissue heterogeneity diseases. تمام. which internally predispose to the risk of AF. ايوه بنتكلم على الرايت دلوقتي كل مش ده على كده؟ الرايت. مش هتكلم على الرايت اتريوم؟ ايوه الرايت ماشي اتريوم مفيش مشكله، ما هو تبقى انت مونو مش هايبرتنشن. احنا كده يا ما باشا، اتفقناش. هو ببساطه الاس اي نود بتطلع فايبر، الفايبر دي بتطلع الاول على الرايت اتريوم وبعد كده تكمل على الرايت على الليفت اتريوم، وهي دي الفايبر اللي بتمشي فيها الامبلس الاول قبل ما تنزل على الايفي نود وتنزل على الفنتركل، فاي دايلاتيشن في المنطقه ديت انت واخد بالك. بس احنا بنتكلم بالاستادي والاشهر والعلاج، الناس بتعالج ايه لما بيحصل يعني؟ اول حاجه يدخل يعالج المنطقه بتاع البلمونر فين، فده ولكن وارد طبعا ان هي تحصل في الرايت اتريوم، محدش قال ان هي ما تحصلش في الرايت اتريوم، بس اقل بكتير منين؟ من الليفت اتريوم. بس طيب نعدي السؤال ده. تمام. اوكي، معنى كده انتهينا انه عادي يعني. يعني السؤال ده منطقي، كل ما زاد بالمون هايبرتنشن يزيد الرايت اتريال بريشر، وبالتالي يعمل ايه؟ وجود الاي اف فعلا هو بور انديكيتور للبالمون هايبرتنشن. وجود الاف هو هي برضه كانت بتقول ان في هايبوتنشن، الهايبوتنشن من البور انديكيشن او السينكوب ماشي، برضه بس هو بتقول ده بياخد من بوزنتان، او عشان السينكوب. كده بوزنتان ده انا ما هو اعرفش السؤال، انا ما اعرفش السؤال، بس انا بقول لك بيتكلموا على عشان تبقى هايبوتنشن. سامع السؤال معانا، هو بياخد بوزنتان، فالبوزنتان ده بيعمل بريفرال اديما وبيعمل هايبوتنشن، فايه
هيبقى مستبعد في قصة انه ده كابور يعني ماشي. اندوسيلين، اندوسيلين انتاجونست ديت برضه بيعمل فازوديليتيشن ماشي، عشان الورايمر هايبرتنشن ماشي. هو هنا حتى كاتب في الـ في الاكسبلانيشن بيقول لك انه الورزنينج ورزنينج بالمونر الاي اف يعني امبلايز ورزنينج بالمونر هايبرتنشن اند اتريال دايليتيشن، هو ده اللي هيطلع لنا الاي اف وهي بروجنوستيك انديكيتور للبرايمري بالمونري هايبرتنشن. في كان بالمونري تنشن نتيجه مايترال ستينوزز كنا بنسميه ايه ده؟ انهي تايب فيهم؟ هم انا هجيبهم لكم عشان ايه نرجعهم هو عندنا هو كارديو كوزس انتوا شايفين بالمناسبه برضو من الحاجات اللي هي برضو في الاسئله الاي اف الاف لو انت معاك مايترال ستينوزس واسيمبتوماتيك فانت مش هتدخل في جراحه، فلو العيان حصل له اف ده هيعلي الدرجه يعني ان هو يدخل جراحه. قصدك ان الاف مع ماتريس نوز ده انديكيت انديكيتور ان انا اعمل انترفنشن للماتريس نوز يعني. ايوه هو احنا لو سيفير اسيمبتوماتيك ما بنعملش جراحه، سيفير اسيمبتوماتيك ما بنعملش جراحه. طب لو هو سيفير اسيمبتوماتيك في حاجات بقى تخلينا نعمل جراحه. ايوه انديكيتور السيفير اسيمبتوماتيك منها البلمونر هايبرتنشن والاف. تمام بس عايزين نفرق بس بين البرايمري بالمونري هايبرتنشن اللي هو اللي بيبقى ايديوباسيك ده وبيبقى ميدل ايج دي فيميل والكلام ده، وبين اللي هو اللي بيبقى التايب الجروب 2 اللي هو بيبقى نتيجه انعكاس لهارد ديزيز زي المايتر ستينوزز والكلام ده. بيبعد لنا قصه انه ده كان ايديوباسيك اكثر السيكو دي بقى زي ما قلنا من شويه. جروب 3 بيبقى نتيجة لانج ديزيز، جروب 4 طبعا بتاع ال دي تو بومبك ديزيز، والخامس بتاع النسلينس بتاع الساركيدوزز والحاجات التانية دي. طيب نرجع هو جايب يا دكتور حسن البروجنوستيك فاكتور هنا ولا مش جايبها؟ والله انا قاعد ادور عليها اجيبها نجيب البروجنوستيك فاكتور بروجنوستيك. لا 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 مش هتلاقيها طبعا. لا مش هنلاقيها. لا 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 الموضوع ده كان موجود ما اعرفه يعني. إيه ما كانش مكتوب في الباس ميديسن البروجنوستيك دي؟ لا 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 انا مش فاكره ان هو مكتوب. عشان كده ايوه لو حتى موجود كنا هنعدي على حد فينا يعني اتليست يعني. خلينا نرجع للأسئلة. نرجع للباس تريبرز، السؤال ده طول جدا. طيب نعدي السؤال ده. ايش ناخد تاني؟ Okay. 18 years old woman come to the clinic for review. She is currently taking the combined contraceptive pill and is sexually active, but it's concerned and she often forget to take it. What the most appropriate alternative contraception for her? IUD, صح؟ Copper trinitrine ولا؟ ما بقوش بيحبذوا الاي او دي ده كتير دلوقتي. معناها يعني لو هي بتفرجت يبقى حاجه من الاثنين، يا الاي او دي يا البروجستيرون امبلانت. امبلانت انا رايح عندي ايام كتير. الاي او دي وتونس بي اب تو 5 3 years 35 years. اوكي الاي او دي بيعمل اكسبوز بريجنسي كتير وكلام ده. بس انا يعني انا في اعتقادي انه البارير ده هو افضل حاجه لانه هو مش بيعمل سايد افكت يعني مش كيميكال. بس مش بيدي البارير. مش بيدي كونتراسبشن. ممكن يحصل برضو ممكن يحصل فيلر ريت 8% كتيره. فيلر ريت كتيره. الفيلير 28%. طيب يبقى هنا لو هتجيبه لو هنقرا حاجه هات الايودين ليه ما اختارش الايودين فاهمني؟ نشوف الايودين. تمام.
incorrect. Then copper IUD is effective as long-term contraceptive option, although it may affect fertility even after removal, as such as an invasive procedure. It will be considered invasive. وبتبقى long term. مقارنة بالبتاع ده. تانية less invasive ده بسيطة عاملة زي كانيولا كده بتركب وبتبقى. أنت قصدك على اللي فوق. الأولانية هي فين؟ optional choice of contraception for them. In this case, effectiveness will be considered most important without interfering with long-term fertility. وبروجستيرون implant have a failure rate less than 1%. When inserted correctly, وبتبقى effective لمدة 3 سنين. على فكرة عمليا أنا شفت الموضوع ده والناس ماشية بالقصة دي أكتر يعني بالإمبلانت بدأت تاخد شهرة كبيرة. هي بس على الفكرة إنها هرمون يعني فهم they يعني usually they like it they prefer the IUD عشان بس إنه ما في هرمون إفكت يعني thromboembolism مشاكل. بس إفكتس بتاعه تبقى كتيرة. لا وال IUD ده بيكون فيه هرمونز بيكون فيه بيكون covered كبر هنا كبر في توكر واحد اللي هو الكبر العادي وفي اللي هو التاني اللي هو في الهرمون الايوه اليوتينج في ده وكده والصد افكتس بتاعته كتيره يب سؤال تاني بيقول السؤال ايه طيب 64 years old man with a chronic renal impairment and has as a result of type 2 diabetes come to the clinic for review. He has been feeling increasingly tired over the past few months and has trouble climbing the stair because of the pain around his hip and thigh. He take a number of medication including Rampril, Indomamide and the basal bolus insulin regimen. His blood pressure 140/150/84, his pulse 68 and regular. His body mass index 32. طيب an investigation anemic sodium potassium creatinine 280, phosphate 1.8. جلوكوز 8.9 still يعني ما control كت عالي يعني kidney function متأثرة جدا اوكي الكالسيوم ايوه الكوركتد كالسيوم 2.1 low الفيتامين دي متأثر تقريبا طيب ال كلاين هاي الباراثايرويد ايوه الباراثايرويد هاي What the most likely diagnosis? هو secondary hyperparathyroidism عشان CKD ولو كالسيوم. Okay. الاوستيوماليشيا قلنا هنلاقي ايه كله نازل فيها صح؟ بس الفوسفيت هنا عالي فلا مش اوستيوماليشيا. السودو اللي بيبقى فيه لا سودو بيبقى فيه نورمال وبيبقى في كالسيوم لا هي حاسه ان السؤال فيه تريك يعني في حاسه مستحيل يكون بال يكون ستريت فورورد يعني كده طيب وبرا ثايرويد مش معانا عشان البي تي اتش كويس الاوستيو ماليشيا لا سكندري اه كالسيوم لو كالسيوم وسكدي هي البيكشر 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 الانفستيجيشن البيكشر بتاع سكندري هايبوثايرويدز سكندري هايبوثايرويدزم بس البرايمري هيبقى يكون هاي كالسيوم الكالسيوم هاي الفوسفور الفوسفورس لو
السودو بيكون نورمال كالسيوم نورمال فوسفات بيكون بس ال هو البرايمري مش معانا ولا البرايمري مش معانا ولا الهايبو ولا السودو هو يا اوستيو ماليشيا يا سكندري فانا ويل جو تو سكندري اوستيو ماليشيا لا الفوسفات عندنا عالي This patient has CKD with evidence of borderline hypocalcemia, phosphate retention, and elevated alkaline phosphatase, and elevated parathyroid hormone. The parathyroid is more than twice upper limit of normal. Treatment is therefore indicated with calcium and vitamin D supplementation. He should also follow a low phosphate diet, طبعا. قبل الفيتامين دي سبلمنتيشن. دكتور طيب تمام خلاص حابين نشوف التانيين هنا خلينا نقول هايبو باراثيرويدزم دي طبعا بتبقى مع سيمتوماتيك هايبو كالسيميا مودي تشينجز وفاتيك ومصر سبازم تمام الاوستيوماليشيا هنا البروكسيمال مايوباسي والبوردر لاين لو كالسيوم اور ذا رينال امبيرمنت هي درفت us more towards secondary hypertension ما علينا ده هيبقى فيه ايه هيبقى المشكله في الريسبتور اللي هو هيبقى جي بروتين كابلت ريسبتور ميوتيشن هيبقى الباراثيرويد عالي وهيبقى ومع ذلك صح وهيبقى نورمال كالسيوم ايوه ايوه هيكون الكالسيوم والفوسفات ده نورمال طيب is 21 years old woman admitted to the ER with a symptomatic hypoglycemia nausea vomiting and dehydration she has low blood pressure 85 over 60 and lactate طيب ال investigation أدينو كورتيكوتروبين طيب من هيزود البيجمنتيشن ايوه أدينو what the cause of the patient increases skin pigmentation ال STH لا 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 سوري ال MCH ال MCH ميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون بس هو بيطلع نتيجة نقص ال يعني لما ال ACH يجي يطلع ده بيطلع معاه عشان كده بيحصل الهايبر بيجمنتيشن هو لانه هو فعلا صح ايوه هو البرايمري كوز ميلانوسايت بس السبب الاساسي هو ال ACTH هو هنا شوف هنا بيقول this patient has autoimmune adrenal failure يعني مشكله في الادرينال جلاند نفسها leading to nausea وhypotension وhyperkalemia وhyponatremia سين هي طيب ريز الكورتيزول ده اللي هيقوم يزود ريسبونسبل فور هايبوغلايسيميا الاي سي تي اتش ات فيري هاي ليفل هاز ميلانوسايت ستيمولاتنج بروبريتي اند ات از ريسبونسبل فور انكريز سكين بيجمنتيشن سين هي ركبت حمارك اللي تركب حصان انا كنت فاكر انه لما الكورتيزول يقل النيجاتيف فيدباك هيقوم مزود الاي سي تي اتش وده يقوم يطلع معاه الام سي اتش بس هو بنفسه هو عنده الام سي اتش بروبيتي فهيعمل هايبر بيجمنتيشن خلاص يبقى اي عيان هاي بوتنشال اند فكر في الاديسون دكتوره ميادة تمام هاي بوتنشال بلس تاند يبقى كده واللي هيزود الاي سي تي اتش
طبعا ده بيفرق البيجمنتيشن، ده بيفرق سبب لما تبقى برايمري من سكندري. البرايمري بيبقى معاها هايبر بيجمنتيشن لو المشكله في الجلاند نفسها، السكندري هي اللي مش هيبقى معاها هايبر بيجمنتيشن. ولا يا اشرف ولا محمد، احنا بنفرق بالبيجمنتيشن ده؟ بصي، هو البرايمري يا دكتور حسن فكرتها الفيدباك اللي مفيش قصدي هرمون طالع، فالفيدباك بيعيد الاي سي تي اتش فبيعمل زي كانه الميلانو سايت سيميتك هرمون. السكندري اساسا عندنا البيتيوتري اللي بتطلع الاي سي اتش كتير، اي سي تي اتش كتير، تمام؟ فخلاص مش دي اللي بس هتعملها. ما بيبقاش معاها بيجمنتيشن، صح؟ بالظبط، تمام كده. ماشي، السؤال اللي بعده. Okay, 19 years old woman, old man, present to the ER with a severe epigastric pain, vomiting, and hyperventilation. He drank 5 units of alcohol per week. Examination revealed blood pressure 90/60, and pulse 100 and regular. He's very tender in epigastrium. The body mass 22 kg. The blood confirmed elevated amylase and lipase consists with the pancreatitis. The sample is reported as lipemic, so no cholesterol results are reported. Which one of the following is most likely cause of the pancreatitis? طيب الإيثانول consumption. نعم، فمية هايبركالسيميا. بياخد كمية هي ميثانول، صح؟ بس هايبر ريبورتد از ايه؟ الليبيديميك. يبقى ايه؟ لا، اتراي هايبر تراجاستر، مش ليبيديميك دي، يعني شايف شايف العينه بيضه، يبقى فمية هايبر تراجاستريديم اللي بيبقى تراجاستريديم، يعني اللي وانت بتسحب لو عينك البيضه يبقى تراجاستريديم. هي الفكرة إنه كل اللي هنا أسباب، يعني ممكن تكون أسباب للبنكريتايتس، بس الحاجة ريليتد باللايبيميك اللي هي الهايبر ترايجلسرايد. هو الكلو بتاعها اللي هي ايه؟ ذا سامبل از هات الاجابه بس الاول لايبيميك. لايبيميك من هي تمام. يعني انت لو بتسحب سامبل ولقيتها السامبل فيها ليبيد بارتيكل، دي ترايجلسرايد. الكوليسترول عمره ما يبدا كليبيد بارتيكل، فاهمني؟ فده الكلو. بس هو عايز يقول لك بقى، انت عارف المعلومه دي ولا لا؟ مفيش أيوه. كوليسترول زونك ولا الموضوع. بس هي اللي كان موست كومون كوزز الايثانول والليستون اكتر من هو. انا بسالك عن الكونتكست بتاع الحاله. لا انا ما لكش دعوه بقى، هو بيسالك عن الكونتكست بتاعه الحاله. هي يعني ممكن موست كومن، بس ممكن ما تكونش هي السبب عادي. صحيح صحيح، هو قايل هنا اصلا given this patient age body habits and like alcohol consumption، اصلا بياخد كميه صغيره. in this case familial hyperlipidemia دي the most likely cause the patient acute pancreatitis. The gallbladder disease with excess alcohol consumption account for most cases في ال... acute. وبيخطأنا بس فيهم، بس هي دي زي ما انت قلتي حسب الحالة دي، لا هتبقى هايبر فاميليار هايبر ترايجلسرايديميا. اوكي تمام، فكرة بابا. طيب ناخد سؤال تاني، بيقول ايه الـ most important next step؟ 74 years old man has BBH, come to the emergency department with nausea and anorexia, has progressive worse over the last few days. He is unable to pass urine and has abdominal discomfort. Examination reveal a blood pressure 135 over 80, pulse 80 and regular, and he has lower abdominal pain on palpation. A bladder scan reveal approximately 700 ml within the bladder. Okay, يعني urine retention عنده obstructive، يعني بسبب البي بي اتش. طيب ال investigation تقريبا ايوه عنده high potassium وال كريات 300 البايكارب. اوكي يلا، كالسيوم جلوكونيت انسولين اند دكستروز ان سيبريت ان سب سبارتيت انترافينوس اي في نورمال سلاين فلويد ريبليسمنت ار كومينس.
Which one of the following is most important next step? شمعين هو دلوقتي يتكلم إن هو بعد بعد المادة الحاجات دي لسه هايبركاليمي صح؟ ما أصدر هو غير الهايبركاليميك يعني هو ريتينشن طيب كاسيتر This patient has post renal failure which the most mostly recoverable catheterization is the next intervention of choice while ensuring the fluid replacement طيب usually by combination مع ال oral and IV route to replace loose ما يحصلوش dehydration طيب نحن سؤال تاني 59 years old woman come to the clinic for review to discuss why she suffered from second episode of cholecystitis in the last year. She interested in the constituent of the gallbladder bile. Which one of the following is the largest constituent of bile? هي صح كده constituent. أكثر حاجة في الجزء. نستير ولا ما أعطى بايل سولت أكثر حاجة بايل سولت somewhat unsurprising sorry تفضلي تفضلي Okay, somewhat unsurprising bile salts make up the largest component of the bile at around 60 grams. Two primary amino acids are produced by the liver. Cholic acid is the most abundant bile acid. Volkendodoxycholic acid is also produced. They are conjugated with the two amino acids to form eight possible bile salt. Okay. كوليسترول بيعمل 30% من 13 لف كوليسترول 30 من 3 ل 9 جرام لا لا ده انما الثاني 60 جرام والبيليروبين كام بقى 3 جرام برضه 3 جرام يبقى البايل سولت هو اكتر حاجه تمام طيب 60 years old man السؤال يا دكتور على طول موجود ده اكليزيا اللي هو البيرد بيك ايوه طيب which one is one of like underlying mechanism هي failure to relaxation of cardiac sphincter صح failure of the cardiac and or lower esophageal sphincter to relax adequately and distorted motility برضه المفروض يحط الاثنين مع بعض distorted motility في lower third of the esophagus treatment blocker او nitrate او selenium toxin into the sphincter بتهيألي الكالسيوم والنيتريت دول كانوا بيقولوا ان هم ما عادوش بيستخدموا عشان سايد افكت فكنا بنستخدم ال ايه تاني غير البوتولينيوم توكسين يا دكتورة ياسر في الموضوع ده؟ سر بقى او اللي هي الدايلاتيشن كنا بنعمل دايلاتيشن طيب سؤال بيقول ايه next investigation 65 years old man come to the clinic for review he has left health bill with significantly limiting his walking. His GP noted abnormal liver function test examination, significant limitation of flexion and external rotation of the left hip. طيب. كم عمره 65 سنة؟ 65. تقريبا, اوكي. Okay, alkaline phosphatase 400. عادي. أيوة. طيب.
تقييم الباقي نورمال صح؟ Which one of the following is most appropriate in next investigation؟ عايزة تفك Immunoglobulin electrophoresis I think بص هو العيان ده غالبا مع الوسواس ابسس ماشي تمام ماشي بس اللي واخد الليفر معانا هو اللي بيعمل لنا اكتر حاجه الكرونز ده سبب من اسبابه بس الابسس هيبقى الوايت بيسيز بتاعته طبيعيه هو على حسب هو ممكن يكون مثلا هو على 4 ورفعت بقت 8 مش شرط البيزل بتاعه قليل ولما يرفع يبقى وزن نورمال يعني لا ده تفكير انا مش عارفه ده صح ولا غلط ماشي طب نورمال ليفر فانكشن دي لو مع الكرونز بس مش هيبقى بالشكل ده مش مع السن ده تمام طب ايه الاختيارات التانية عايز توب بون سكان ديكس اكس راي بون سكان دي ديكس سكان عشان نشوف هو كان عنده كام سنه الراجل ده 65 سنه 65 يمكن كان الترا ساوند ايوه الترا سوري معلش دكتور حسن بس لا مالهاش دعوه ممكن تفتح شويه انفستيجيشن غير مالهاش دعوه الليفر سليم بتاعي لا في حاجة عاملة لا طبعا هو الفرانك ستاتيز العالي ده في حاجة طبعا هو كده كده عشان هو كولستاتيك باترن كولستاتيك باترن نعم لا لا هو ايوه الاستاتيز ده بيزيد يا اما في ممكن يزيد في الليفر ديزيز وممكن يزيد في البون ديزيز بس هنا الحاجات بتاعت الليفر حلوه قلبي من كويس البيلروبين يا يعني معقول الانزيمز النورمال فبالتالي الليفر براءه يعني مشكله في العضلات لو هو جاب الجي دي تي هيبقى اكتر يعني بس هو كمان ممكن فعلا مع الحاله ماشي بس هي الفكره الالكلاينز والستاتيز عالي قوي كده الكالسيوم برضه وزن نورمال برضه مش قليل فاللي يعمل لنا كده حاجة في البون يعني هنعمل ايه هو حاجة ايزوتوبيا هو شكله افاسكولار نيكروزز مثلا انا بقول كده يمكن السن ده هو البين سيبير اكيوت اونست افت بين مش سيبين افت لا هو بيعمل زوكينج اند نوت اب نورمال ليفر فانكشن لا اب نورمال ليفر فانكشن تيست بس هي فين يمكن قصده على الكلام فوسفاتيز يعني هنا الانزيم ده كويس والبومين الحاجه دي تمام بتاعت الثلاثه دول هنا الاقرب شوف الايزو الليفت هيب اكس راي اكس راي بجد والله تخيلتها لا لمعت في دماغي بس قلت يعني شكلها بعيدة قوي يعني أصلا الليفر abnormal الليفر فهو ده اللي ملخبط أيوة بس يعني simply يعني ال أيوة الكلاين لوحده اللي مرتفع يعني. لا إحنا المفروض تستارت بالإكس راي يعني أول ما هو طالما إنه في في بعدين نكست بروبلم في الليميتيشن انت اكسكلود الفراكشر اكسكلود كل الاذر كوزز بالظبط بعدين قال النكست برضه هنبدا بالابسط مش هنبدا بالاعقد بالظبط طيب هنا يبقى ممكن يحصل شو significant joint destruction with new bone formation مع الباقي ديزيز ماشي Thirty-two-year-old man, Chinese origin, come to the ER to report review. He recently been started carbamazepine for complex partial epilepsy and suffering from the severe skin rash. Examination revealed extensive annular lesion, a number of which have blister. There is extensive cracking and blistering of the lip and number of the ulcer in the mouth. He has temperature 38 and his pulse is 92 and regular and blood pressure. And Stephen Johnson, huh? Stephen Johnson, Well, severe form, تقريبا هي
ابيدر لا ما هي دي سيفير فورم اللي هي الريثريما مالتي فورم ده المايلد فورم وبعد كده ده سيفير فورم السيفير. وطيب التوكسيك ابيديرم توكسيك ابيديرم نيكروزيس الريثريما مالتي فورم وبعد كده التين دي اخر واحده ايوه دي ودي اخر واحده دي بتبقى من سكين بس دي بتبقى سكين زائد فيفر زائد ميكوزال انفولفمنت انما السيفين جونسون بتاخد اللير دي كلها انما دي بتاخد الابيديرمس صح توكسيك ابيديرما انما دي بتاخد الديربس والابيديرمس اوكي طيب ده 18 years review in the clinic deteriorating color and night vision at appear to be suffering from the maculopathy. Other members of the family are similarly affected and is thought he's suffering from the inherited bruxism disorder. Which one of the following is correctly described bruxism function? أنا أول مرة أسمع بالبروكسيكوم. احنا قلنا ايه البروتين فوسفوليريد بروكسيسوم فاتي اسيد ولا بروتين اوكي بتهيألي كان البروكسيسوم ده الحاجات الصغيرة اللي هي فاتي اسيد امينو اسيد احنا كان عايزين لايسيسوم وبروكس والبيروكسوم بروكسيسوم و سلتني حافظها كده البروكسوم دي مسؤول عن الحاجات الصغيره اللي اما اللايزوزوم عن الحاجات الكبيره فين كده دوك اسمه بروتيوزوم ماشي طيب اجيب لكم امتحان تاني خلصنا خلصنا.